ما المفروض أن تلبسه والدتي في فترة العدة، علما بأن غالبية ملابسها ملونة جزاكم الله خيرا. تجتنب لباس الزينة، وما عدا ذلك تلبس ما شاءت مما جرت عادة النساء لبسه، ليس لعدة الوفاة ثياب مخصوصة كما يظن بعض الناس، وإنما تلبس ما اعتادت، إلا أنها تتجنب ثياب الزينة والثياب غير الساترة. نعم.